لو الحكاية فيها إن فيديو زي كادر القضاء والشرطة، واحنا محتاجين يكون لينا مرتب ثابت يتاخد دفعة واحدة، مش يكون حافظ قبل حافظ ضئيلة قبل ان هي تتشال في اي لحظة حسب ميزانية الدولة. يبقى في تقدير مناسب للدكاترة، احنا مش اقل من الوكلاء النيابة، مش اقل من الشرطة، مش اقل من الجيش. احنا اكتر كلية فيها عدد سنين دراسة، اكتر ناس اتصرف علينا ايام الكلية. احنا بنتعب على مدار عمرنا كله، يبقى في بخل في المقابل ده بنبني حياتنا في المستشفيات. لازم نقدر التقدير المناسب زينا زي القضاء، زي الشرطة، زي الجيش.